من يشاهد هذه السهرة عبر القناة الأولى في تلفزيون دولة الكويت والقناة الفضائية الكويتية، لكم أجمل التحيات وأهلا ومرحبا بالجميع. سعداء بلقائكم، ونتمنى إن شاء الله من خلال هذه السهرة أن تقضوا معنا وقت طيب وسعيد. ولكل من يود مشاهدة أي إغناية في هذا البرنامج الأسطوانة الذهبية، راسلونا على صندوق بريد 12 حولي. مرة ثانية أهلا وسهلا بالجميع. وأسأل عن خلي وينه، كنت أفكر
ايدينا والحبايب مثلنا والحبايب مثلنا كان المحبة هدية كان المحبة هدية حبايب مثلنا والحبايب مثلنا كان المحبة هنية كان المحبة هنية. تذكر عزيز المشاهد مسرحية سكانة مرته، تذكر الفنانة الراحلة عودة المهنة لما شاركت في هذا أو في هذه المسرحية مع الفنان اللي عسى الله يعطيه الصحة والعافية إن شاء الله وعسى الله يكشف ضره، الفنان عبد العزيز النمش، لما قدمت كم أغنية في هذه المسرحية. طبعا هذا ما كان يعتبر أول تمثيل للفنانة الراحلة عودة المهنة، ولكن أيضا شاركت في عدد من المسرحيات، وأيضا كان لها مشاركة في فيلم كان يتكلم عن تقاليد الزواج. الفنانة عودة المهنة صاحبة عدة، وهي أشهر من كان يؤدي ويغني الخماري، وتعتبر ضاربة طار من الدرجة الأولى. طبعا يعني بلشت وبدأت تمسك العدة من كان عمرها 15 سنة، وما كان اسمها عودة، ولكن من كثر ما كانوا ينادونها بهذا الاسم تيمنا بيدتها راحت عليها وقاموا يسمونها بعودة المهنة. طبعا إذا نذكر عودة المهنة نذكر أنه كان أيضا معاها بالفرقة عواد سالم، وهذه الفرقة أحيت العديد من الأفراح والأعراس، يمكن أغلبية أهل الكويت. السامري تسمع من الفرقة، الخماري تسمع من الفرقة، الأغاني الخفيفة. فتظل عودة المهنة صاحبة الصوت الشجي وصاحبة الصوت القوي في أداء هذه الأغاني، وطبعا كانت لها مشاركات عديدة حتى خارج الكويت في إحياء حفلات في دول البحرين وأيضا دول الخليج، رحمة الله عليها على عودة المهنة. ولكن إحنا راح نقدم لكم هذا الفن لهذه الفنانة الراحلة. Thank you.
ولا نزال معك عزيزي المشاهد في هذا البرنامج الأسطوانة الذهبية، الفنان الراحل عوض دوخي، هذا الفنان اللي يطربك وانت تسمع أغانيه في الصوت الرخيم. يمكن الأغاني وايدة، ولكن خلنا نذكر منها يا ما شغلني هواه من الأغاني الجميلة اللي ممكن تسمع لها وتسمع وتطرب لسماع هذه الأغنية. يا بنات الحي أيضا من الأغاني الجميلة، عذرو بخلي وايد لو بغينا نعدد هذه الأغاني. يظل عوض دوخي صاحب مثل ما قلنا الصوت الرخيم، صاحب الأداء الجميل في جميع الأغاني، سواء كانت في الطنبورة أو حتى في الصوت أو حتى في الأغنية العاطفية بمصاحبة الفرقة الموسيقية. طبعا منذ الصغر وهو متمرس ومتعود على أداء هذه الأغاني، وأيضا العزف على العود مع أخيه الراحل عبد اللطيف، وأيضا الراحل أيضا الدكتور يوسف دوخي، استطاع أنه فعلا أن يشدو بهذه الأغنية إلى خارج دولة الكويت، واستمع إليها أيضا كبار المطربين في خارج دولة الكويت. وأيضا تطرب أنت عزيزي المستمع لما تقعد تسمع وهو يغني بعض الأغاني لأم كلثوم مثل الأمل، لما يسمعها ويقال أن حينما استمعت إليها الفنانة الراحلة أم كلثوم كوكب الشرق أطربت لهذا الصوت، وفعلا قالت أن هذا الصوت يستطيع أنه يقدم الأغنية الكويتية والأغنية الخليجية بصفة عامة باقتدار، ويشدو بها ويصل بها إلى المرتبة الأولى. Thank you.
أعرف مصيري ومنك إنسان
يرتاح ضميري. انت ليا ولا لغيري؟ قول فرحني وشك نار والعمر يعيشك بالهجرك هجرك انت 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 والعمر والعمر عدت من هجرك قوليلي والله معاي معاي احتار مشاهد. من بداية الانتشار الفني كانت الكويت ولا زالت هي المكان اللي يستقطب الفنانين العرب وأيضا الملحنين وأيضا المؤلفين والمطربين إنهم يأتون ويغنون على أرض الكويت وأيضا يغنون من ألحان كويتية ومن كلمات الكويتية. وعلى الرغم من مرور 19 عام على وفاة هذه الفنانة، ولكن ظلت أغانيها الأغاني العاطفية لا زالت تردد ومليئة بالشجن. هذا الكلام عن الفنانة الراحلة فايزة أحمد، واللي قال عنها الموسيقار الراحل الدكتور محمد عبد الوهاب، قال إنه الصوت النقي، الصوت القوي بالنسبة لمثيلاتها اللي ظهروا معها على الساحة الفنية. فايزة أحمد أيضا مثلت بعض الأفلام في فترة زمنية، يمكن حوالي 4 من الأفلام مثلتهم، وزارت الكويت وغنت من كلمات وألحان كويتية. تذكر طبعا أغنية صوت السهارة اللي قدمها لها الفنان الراحل عوض دوخي، وأيضا شاركت وقدمت أغاني أخرى منها هذه الأغنية. وهجرني ومان يرابيني ايوه الوحيد
مشاهد الكريم، من يقدم تلفزيون الكويت غناية العيد هالهلالة للمطرب الراحل محمود الكويتي، نعرف أن ثبتت الرؤية وباكر راح يكون العيد، سواء كان عيد الفطر أو عيد أضحية. الفنان الراحل محمود عبد الرزاق الكويتي، هذا الفنان اللي استطاع أنه يقدم عدد كبير من الألحان، يمكن تعدوا 500 لحن، واللي قدر أنه يلحن ويغني باللغة العربية الفصحى وأيضا باللغة أو باللهجة العامية. هذا الفنان ما غنى من ألحان غيره، ولكن كل الأغاني اللي أغناها كانت من ألحانه، وإن قدم هو مثل ما قلنا للمطربين الآخرين، غنت له هيام يونس، وأيضا غنت له نجاح سلام، وغنوا له من المطربين داخل الكويت صالح الحريبي وغريد الشاطئ وغيرهم، غنوا من ألحان محمود الكويتي. كان بيته مجاور لبيت الفنان يوسف وخالد البكر، وعلى يدينهم تعلم العزف على العود، ومثل ما قلنا استطاع أنه يترك ثروة كبيرة من الأغاني المختلفة، سواء كانت في مكتبة الإذاعة أو في مكتبة التلفزيون. Thank you.
ما يشرب قهوة ولا يدخن وصوته قوي وجهوري وديع فرانسيس واللي انعرف بوديع الصافي. مشوار صعب، مشوار فني شاق، ولكن أصبح جزء من تاريخ الفن اللبناني. استطاع أنه هو يؤدي الألوان الغنائية الحلوة اللي يبيلها حنجرة قوية، وشفنا له عدد من الأغاني مع الصوت الرخيم مع فيروز وأيضا مع الراحل نصر شمس الدين. وديع الصافي زار الكويت وكانت له علاقات عديدة في دولة الكويت، وما أدري لما نتذكر حنا وديع الصافي يعطيه الصحة والعافية وصاحب الصوت الهادي، الصوت الهادي طبعا في الحديث، نتذكر على الله تعود الغناية من الأغاني الجميلة. مثل ما قلنا أيضا زار الكويت وسجل لتلفزيون دولة الكويت بعض الأغاني، ولا ننسى أيضا شارك ترى على مسرح سينما الأندلس.
تغير ساعتي لازم يعود، لو تغير ساعتي لازم
قلبي ارمى قلبي بسهم الحب ومكن رماه ورمى قلبي بسهم الحب ومكن رماه ورمى قلبي بسهم الحب ومكن رماه روما قلبي بسهم الحب ومكن روما وعيوني الكحيلة شبه ضب النفود وعيوني الكحيلة شبه ضب ضغط النفوذ وعذابي مولع ما عثت في ديوان وعذابي مولع ما عثت في ديوان دايم انت عذب في حبيب عزيزي المشاهد، انتهت حلقتنا لهذا الأسبوع. كل الأمل إن شاء الله أن يجمعنا معك لقاء جديد في الأسبوع المقبل، والجميع بأتم صحة وعافية. وإذا كانت لك رغبة في مشاهدة أي إغناية في هذا البرنامج الأسطوانة الذهبية، وعساها إن شاء الله تكون دوم أسطوانة ذهبية، راسلنا على عنوان بريدنا صندوق بريد 12 حولي. جزيل الشكر لكل من تابعنا في هذه السهرة، جزيل الشكر لحملة الكاميرا المحمولة. أنا بخص الذكر والشكر في هذه الحلقة لمساعد المخرج عبدالله الخنفر، يعطيه الصحة والعافية لأنه دائما ذهنه حاضر معانا وجهده واضح وإحنا قاعدين نسجل. يعطيك الصحة والعافية يا أخ عبدالله، وشكرا لكل من مثل ما قلنا تابعنا في هذه السهرة. أتمنى إلى أن نلتقي بك إن شاء الله في الأسبوع المقبل، أتمنى لك الصحة والعافية، وإلى أن نلتقي لك أجمل التحيات عزيزي المشاهد، مع السلامة.